بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أحلى محشي وهنقطع ورق الكرنب بطريقة جميلة خالص وظريفة. استمر معايا في الفيديو، هنشوف هنعمل حشوة جميلة ازاي وهنقطع الورق ازاي. ودلوقتي هنقطع الكزبرة زي ما احنا متعودين ان احنا كل أكلة بناكلها لو احتاجنا كزبرة بناخدها من على السطوح، او اي خضرة بناخدها من على السطوح. وطبعا دي الكزبرة اللي احنا قطفناها عشان نعمل المحشي، وزي ما علمناكم في فيديو من الفيديوهات ازاي تزرع الكزبرة في البيت او في البلكونة، ياريت تتفرج على الفيديو ده، فيديو جميل جدا. هننزل دلوقتي نعمل المحشي ونشوف هنعمله ازاي. ودلوقتي طبعا احنا جبنا الكرومبة وقطعناها في فيديو من الفيديوهات، ياريت تتفرج عليها. وسلقناها بطريقة بحيث ما فيش ولا ورقة اتقطعت ولا اتخربشت خربوش واحد، وكل الورق طلع بسهولة وببساطة، وسلقتها بطريقة ظريفة وجميلة جدا. ياريت تتفرجي على الفيديو ده. طبعا المحشي بتاع اللي انا هعمله النهاردة المقادير بتاعته بسيطة خالص، انت بتحط كمية البصل اللي انت محتاجاه حسب كمية الرز اللي هتعمليها. هستخدم زي ما انتوا شايفين كده 5 وحدات بصل كبار، وعندي حزمة كزبرة برضو مش صغيرة، حزمة كبيرة يعني، والمحشي طبعا بيحب الكزبرة الخضراء. وهنا التوابل بتاعتنا الفلفل الاسود والملح والكزبرة الناشفة والشطة والكمون، وطبعا في لو حابه تحطي بهارات لحمه حطي، بس انا بفضل انك ما تحطيش الا البهارات دي لانها بتدي فعلا المحشي طعم مميز، فياريت تلتزمي بالبهارات اللي انا بقول عليها عشان المحشي ده فعلا مميز وطعمه وريحته جميله جدا. دلوقتي هبدا اقطع الورق برضو بطريقه سهله وجميله. وطبعا زي ما عرفتكم قبل كده انا بحط ورقة وفوقيها التانية بنفس الطريقة دي، بحط العود ده على العود اللي تحتيه، بحط 2 3 بقى بالشكل ده. تمام. وباجي عند الفرع ده من الجنب وبقطع بالسكينة، وعند الفرع من الناحية التانية برضو بقطع، بفصل العود عن الورق. تمام خلاص، بقى عندي الورق لوحده بقسمه نصين بالسكينة زي ما احنا شايفين كده، وبمسك الورق بظبطه الاول، بفرده فوق بعض كده، وبتنيه زي السندوتش، بعمله سندوتش كده زي ما انتوا شايفين، بفرده كويس اهو، وببدا اقطعه بالطول اللي انا عاوزاه لقطعه المحشي بتاعتي. دي الورقه طويله انا عملتها 3، نفتحها كده نبص نلاقيها اتقطعت قطع، والقطع كلها هتبقى قد بعضيها، ولما هنتنيها هتبقى الواحده بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهتبقى روعه وكلها هتبقى مقاسات واحده كأن عاملاها بالمكان. وزي ما انتوا شايفين انا قطعت كل الورق الاول عشان يبقى جاهز وانا اشتغل على طول. دلوقتي انا هبدا اقطع البصل قطع صغيره زي ما احنا شايفين كده، هخلص تقطيع البصل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده خرطت كل البصل بتاعي، وهحط عليه زيت ذرة، شوية زيت ذرة حلوين كده، وهبدأ احمر البصل. ممكن تستخدمي السمنة بس انا هحط قطعة سمنة في الاخر، فعشان كده انا هستخدم الذرة، زيت الذرة. هستمر في تقليب البصل على النار لحد ما لونه يصفر وارجع له. ودلوقتي هقطع الكزبرة بتاعتي
هقطعها طبعا قطع رفيعة وصغيرة كده، ودي طبعا هي اهم عنصر في الاكلة بتاعتنا دي، اهم حاجة الكزبرة، وكل ما كانت كتيرة كل ما كان طعم المحشي احلى. هحط عليه الكزبرة الخضراء بتاعتي، وطبعا خطوة ضرورية لازم تحطي الكزبرة بعد البصل، ولازم ريحتها تطلع على النار، ما نحطهاش نية. لو عايزة المحشي بتاعك يبقى ريحته جميلة ومميز اعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها. لازم ريحتها تطلع، ريحتها بدأت تطلع اها، بسيبها على النار تدبل شوية وبعد كده بطفى عليها. زي ما انتم شايفين كده حطيت الكزبرة وسبتها ريحتها بدأت تطلع اها، دي الريحة بقى اللي ايه اللي هتخليها مميزة. هحط كل التوابل بتاعتي عليها، وطبعا الشطة بتدي للمحشي طعم مميز، واهم حاجة في التتبيلة دي كلها الكمون، لازم الكمون احط كمية حلوة وكمية كبيرة عشان تخلي ريحة المحشي مميز. طبعا هو والكزبرة الناشفة من اهم التوابل اللي بتتحط. هحط دلوقتي الصلصة بتاعتي، طبعا تعرفين ان انا بخزنها في الفريزر، هحطها في النار وهحط قطعة صلصة واسيبها لما تسيح وارجع لها. دلوقتي انا طلعت قطعة صلصة كبيرة من الفريزر وطفيت النار وحطيتها على البصل السخن، وهي هتسيح لوحدها في 5 دقايق كده وبعد كده ارجع له. زي ما انتوا شايفين كده الصلصة بتاعتي فكت، وانا ولعت النار عليها على الهادي لحد ما المية اللي فيها خلاص نشفت اهيت. وطبعا قبل ما بتحط عليها الرز بتدقيها لو ناقصة ملح او ناقصة شوية كمون او ناقصة اي حاجة من التوابل اللي احنا حاطينها دي، او حابة تزودي شطة شوية لو بتحب الشطة. وبعد كده بنحط الرز بتاعنا بعد ما غسلته كويس، بحطه على الخلطة بتاعتي. طبعا انا مولعة النار على نار هادية خالص، وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بقلب الرز في الخلطة بتاعتي عشان لونه يحمر. هقعده بس دقيقة واحدة او اقل من دقيقة على النار، ياخد بس لون الخلطة بتاعتي شوية كده، وبعد كده هطف عليه. هاخد واحدة زي ما احنا شايفين كده، ما بحطش رز كتير عشان الرز ما يطلعش منها. ونسيت اقول لكم ان العروق بتاعتي اللي انا قطعتها مش هرميها، انا هحطها الاول ارصها في قعر الحلة عشان لو سهيت عليها ممكن اسهى عليها، ممكن لو طول في الطياب والسوى ممكن القعر بتاعها يشيط ولا حاجة. فانا بعمل حسابي واحط برص العروق بتاعتي تحت كده قبل ما احط المحشي. هبدأ ارص المحشي زي ما انتوا شايفين كده، المحشي كله طبعا بالتقطيعة دي بيطلع كله نفس المقاس. هخلص الدور الاولاني وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده رصيت الدور الاول، وهبدأ ارص الدور الثاني اهو، وهخلص الحلة وارجع لكم. وقبل ما احط المية هحط طبقة من الورق
على المحشي بالمنظر ده كده، عشان لما احط المية ما تفكليش الطبقة اللي فوق او الرز يطلع منها، ودي مهمة جدا في عمايل المحشي. زي ما احنا شايفين كده بغطي كل الطبقة الفوقانية كلها بغطيها بالورق بالشكل ده. طيب يلا بينا نحطها على النار واشوف مقدار المية هحطه ازاي. طبعا احنا بنكبس المحشي بتاعنا عشان ما يفكش وتطلع كل وحداية سليمة زي ما هي كده، بحط عليها طبق مفلطح زي ما احنا شايفين، ده اللي هيحدد لي كمية المية اللي هتتحط. وهتشوفوا انا هحط كمية قد ايه. طبعا انا بفضل اكب مية لحد ما توصل للخط بتاع الطبق المفلطح ده، طبق مفلطح صغير. زي ما احنا شايفين كده ما زودش عن كده. بعد كده بشيل الطبق. تمام. وبحط شوية ملح صغيرين. طبعا احنا حطينا الاول الملح للرز وللخلطة اللي انا عملتها، شوية الملح دولت عشان المية اللي انا حطيتها. وهجيب وحدة مرق الدجاج. طبعا انا ما عملتش بشوربه، لو عندي شوربه هعمل بالشوربه ومش وهكتفي بطعم الشوربه، لكن عشان انا اعملها بميه بس فانا هحط وحده مرق الدجاج على وش الميه كده، هتدي طعم جميل للمحشي. هغطيه دلوقتي بالغطا بتاعها وهحطه على نار هاديه خالص ياخد سواه براحته وارجع له. وزي ما احنا شايفين كده انا شلت طبقه الورق، ودي برضو بيبقى طعمها جميل خالص عشان السمنة تسقيلي المحشي كويس. وهبدأ اغطيه واسيبه 10 دقايق وارجع له. زي ما احنا شايفين كده سبت السمنة في الحلة 10 دقايق ورجعت لكم زي ما احنا شايفين مفرفرة المحشي بتاعي اهو جميل، والوحداية صغيرة وجميلة. هنغرفه ونوريكم شكله ايه. زي ما احنا شايفين كده ادي المحشي الجميل، الف هنا والف شفا. يا ريت اللي عجبها المحشي بالطريقه دي ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد ان شاء الله.